السلام عليكم، مرحبا بكم في مطعم السوسي اللي هو مطعم عائلي. كنعرف على هذا المطعم وبحالي بحال جميع ناس طنجة ضروري له ودنا مدينة كنجيو مطعم السوسي. ماكلة مزيونة مقية، مي كتاكل هنا داكشي ديالنا طنجة، طرطيات عرفتي، حريرة، خطيبات، هذا هو. كنتفكر مي كنا صغار أنا ولد الشرف، كنجيو من الشرف باش كنطلعو كنزورو كابيتو، خصك ضروري تدوز من هنا. صغارين كنجريو كذا، كنقلب 50 فرانك وكنحليو وكندوزو معنا كنشريو الطرطية. شحال كنتي كتشري؟ 10 فرانك. دابا شحال كتكون الطرطية؟ دابا والله تعالى دابا كنخلص قرش. كيفاش كنت؟ السلام عليكم. ماكلة السوسي لذيذة بزاف، مرة كتقول لي ما تغداش عند السوسي اليوم، ورغم هذه كنجي نتغدى هنايا. الماكلة ديالو شو كبسين خاوي كيف حتى هو ما كتخرب عندهم ماكله مزيان، داكشي تعجبني انا. كاين فلور شويه جعده شويه، اليوم كاينه اللحم بالخضره مخلطه كامله شويه شويه شويه. الثمن ثمن السوق هو هذا معروف. واش انت كتجي؟ انا مي كنعقل على راسي، مي كنت باقي صغير كاين حبيباتي كيجيو وعماماتي كيجيو هنايا، حنا ولاد المدينه. وهذا المطعم اللي تقدر تاكل فيه مرتاح، ما تخاف حتى شي حاجه، فهمتي؟ ما كتخرج ما كاين لا لا ديك تقرع لا ديك شي لا والو، فهمتي؟ كتحس براسك صاحي ماكله صحيه 100%. هذا الشيء عند الوالده بحال اللي عند الوالده. هذا المطعم هذا اصلا هو ولاد الحومه ديالي ولا الاخوان ديالو من صحابهم، الاخوان ديالي الناس من اطيب خلق الله. ومن ناحيه الماكله بحال اللي كتاكل في الدار، ورخا وثمن مناسب وكل شيء عندهم مزيان. ولكن شنو اللي دائما كتاكل؟ دابا غلط صنعمل الريجيم شويه، بقى ناكل الخضره بحق لينا نرجع. هادو الناس اطيب خلق الله، الماكله ديالهم نقيه والثمن مناسب. اللي فيه خايبه هو مول اللي مقابل لاويق اللي كيصفى في مدريد، هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في طياب. هذا الريستوران مزوين بزاف، فمزوين بزاف قديم، ولكن ما شاء الله توما كول مزيان بزاف. و انا كنعرفو من كندون قريب 10 سنين، و من 10 سنين شنو كيعجبك كاع شنو اللي كتعجبك؟ انا كنعجبني بزاف تاكل بسكادية مع فريتا ديالهم، و كلشي مزوين والله. راجلي كيعجبو بزاف لي ساردين او لي انشوا، الغدرة ديالهم ما شاء الله كلشي مزوين. ايوا شلادة نيا الجودة وماشي خالي بزاف، و سي عبد الله سي التوفيق كلشي ظريف ظريفين وما شاء الله الحمد لله وشكرا. Bueno, el sitio es fantástico. Hace 20 años que vengo aquí. Hay un fantástico tagine, couscous, pastela, lubia. Es uno de los sitios más conocidos de la Medina. Bueno, que todos los que vienen aquí siempre están muy satisfechos, encantados. Además son muy simpáticos, muy bien educados. Un sitio limpio, vamos, una comida para probar. السلام عليكم، اسمي سعيد بن قرش، ولد صاحب المحل اللي هو حمد بن قرش اللي مشهور بالسوسي. فالوالد ديالي واحد السيد من اقدم الناس اللي هما اسسوا المطعم ديالو هنا، نقدر نقول لك من 50 57 56. الا كانت الاخت ديالي عندها 62 عام، راه هو طبيعه الحال من قبل
الوالد ديالي من الناس اللي تلمدوا على فوينتيس اللي هو دابا مشهور فوينتيس ديال سوق الداخل. تماك اول مره كان جماعة عمي فتما خدا هاد الحرفه هذه اسس المحل ديالو، فهذا من اقدم المحلات المطاعم ديال المدينه القديمه. باقي لحد الان كنعملوا نفس الوصفات نفس الطريقه ديال الطهي. وهنايا كان كيجيو عند الناس اللي هما عائله قدامي هما معانا، كاين الاباء تقريبا نقول لك الجينيراسيون الرابعه ولا الثالثه، يعني ابن فلان كيجيو من هنايا لحد الان. كاين ناس اللي غادروا البلاد وكيجيو كيتفكروا هذا المكان، كيجي بعض المرات كيقول لك شي واحد 30 عام ولا 40 عام ما جيت كيسول على السي احمد السوسي. السي احمد السوسي مازال على قد الحياه، هو فايت 90 وحنا كنشتغلوا كنستمروا بالطريقه ديالنا. شنو الحاجه الجديده دخلتوا؟ نقدر نقول لك ما دخلناش شي حاجه جديده، لان طريقته محبوبه عند الناس، ويمكن لك انك تاكل اليوم وغدا وبعدو ترجع المينو ديالك بحال اللي كاين بعض الناس كيقولوا هذه الدار ديالنا الثانيه. كيمكن له يختار اليوم يعمل الدجاج، غدا اللحم، بعدو الكفته، بعدو الطاجين، بعدو الحوت. مثلا الطريقه ديال بحال دابا فراقش اللي كنعملو حنا ماشي ديال الفران، كيطيبو كيباتو طيبين في المحل. طريقه اللحم كيفاش كطيب بوحدها، الخضره بوحدها، هذاك الشيء كامل من امبنتو ديال الوالد. تقدر تجبر فيها درويش عادي، تجبر فيها صانع، تجبر فيها قاضي، تجبر فيها اللي في المحكمه، تجبر فيها اطباء كل واحد. وتقريبا كيكونوا عندهم صله بالوالدين ديالهم كانوا كيجيبوهم من هنا. كيذكرهم بالصغر، كيذكرهم بالمدينه القديمه، الناس اللي كانوا هنا وهاجروها. كاين اللي كاين كيقول لك انا با كان كيجيبني لهنا صغير، كيجيني عند حمد السوسي كيقول له عطيه ياكل، وكيخلص على سيمانه ولا على شهر، ولا كيجيني هنا كياكل بما يقول با حتى يدوز با. يعني هنا كاين واحد النوع ديال الامانه، ان يقول يجيب لك بنو توكلوا له تصيفطوا له الدار وما كيخافش منه. انا نقدر نقول لك خصك تقيس على كل على هذاك خزو باللتشين والقرفه، فهذه اكله ديال الديور. يعني كل واحد صغير ولا كتعقل قبل راه كانوا كيعملوا خزو فانتا، الناس قبل فانتا وشويه باللتشين، كانت اكله لذيذه بزاف. فالاكلات كاملين كنظنهم مزيانين ويمكن اي واحد ياكل. مرحبا بهم عندنا، يزورونا، نتعرفوا عليهم، نحاولوا ان نوفروا لهم داكشي اللي خصهم، ونتمنوا انهم يلقاو المذاق اللي خصهم هما واللي عجبهم هما. مرحبا بالجميع، اللي عنده غياكل، اللي ما عندوش غياكل، اللي باش ما دخل غياكل، هذا اللي كاين. لا ما يمشيش، لا جاي عندي يمشي شبعان ان شاء الله، الا ما شبعش نزيدوه. مرحبا، مرحبا بكم، بارك الله فيكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.